تدابير هذه الحكومة دارت تدابير أولا الملف ديال جراد الأصلي اللي هو متعلق بالعمال ديال المهاجرين. هذا ملف كانت فيه اتفاقية جماعية والناس خدت الحقوق ديالها يعني بالتالي هذا ملف في التاريخ في الأصل ديال المشكل ما بقاتش مخلفات بالنسبة للوزارة ديالنا. ولكن اليوم المطلوب هو الجهة والمنطقة كيخصها مشاريع مستقبلية. الحكومة غادي في هذا الاتجاه، كاين مشاريع باش فعلا هاد المنطقه تجاوز ديك المرحله ديال ما بعد ما يسمى من بعد المناجم. كتعرف انت انه دائما في المدن المنجميه دائما كتكون هاد الكريز ديال انك تكون واحد المنطقه ولا مدينه ولا اقليم بني النشاط ديالو كله الاقتصادي على استغلال المناجم، فاذا بك كيتوقف هادشي فين طبيعي كتوقع هاد المشاكل. ولكن اليوم الحكومه مشات للميدان وعندها رؤيه، عندها مشاريع، يعني هي الان في طور الانجاز. وبطبيعة الحال التعامل مع الاحتجاج هو شيء طبيعي، التعامل معه ينبغي ان يتم في اطار القانون، التعامل معه ينبغي في اطار القانون. ولكن انا اؤكد لك انه كل ما سيترتب ما ينبغي ان تقوم به الوزاره فيه حينما ستقوم هناك علاقات شغل فيما يتعلق بالحمايه الاجتماعيه، فيما يتعلق بمواكبه يعني ظروف العمل اللائقه، ان شاء الله هذا من العمل ديال الوزاره. ولكن فيما يتعلق بالمشكل التاريخي، المشكل التاريخي ما بقاش مطروح لانه دار اتفاقيه جماعيه كانوا فيها النقابات، الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيه الجماعيه كلها اديت. ولكن الامر يتعلق بمشاكل مرتبطه بما بعد الاتفاق وبما بعد اغلاق المنجم. هذا الحكومه عندها رؤيه وعندها